السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألفاف تنظم حفلة شواء للمنتخب قبل مواجهة الطوغو، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إذا نظمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف أمس الجمعة حفلة شواء بفندق إقامة المنتخب الوطني في عنابة تكريما للاعبين، وذلك في إطار تربص أكتوبر الحالي. وذكرت الفاف عبر موقعها الإلكتروني أن الحفلة جاءت بعد حصة الاستئناف التي جرت مساء نفس اليوم، حيث استمتع زملاء سعد بن رحمة بحفل شواء عند عودتهم إلى الفندق. كما تزامنت الاحتفالية مع عيد ميلاد الحارس أسامة بن بوط الذي أطفأ شمعته 30. ويجدر بالإشارة أن المنتخب الوطني الجزائري يستعد للمغادرة إلى العاصمة الطوغولية لومي اليوم السبت لملاقاة المنتخب المحلي يوم الاثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة من تصفية كأس أمم إفريقيا، إذ يدخل الخضر المباراة متصدرين المجموعة الخامسة برصيد كامل من النقاط. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.